مساء الخير ولمة جديدة من لمتنا الحلوة. النهاردة 12 ديسمبر 2016، وكالعادة دايما بنبقى مع بعض أنا ومها ورانيا. ازيكم؟ عاملين هاي، ايه بعد ازيك يا حبيبتي؟ يوم صعب امبارح؟ يوم صعب وكئيب. النهاردة أصعب. النهاردة المناظر، تبصي على الحاجات والتوابيت، الجنازة والتوابيت وهي داخلة، أصعب الحقيقة. يعني مش أنا بس طبعا، تهيألي كل واحد فينا بيتفرج علينا وعايش اللحظات الصعبة اللي عشناها امبارح، كان عنده مجموعة أحاسيس كده ملخبطة، صعب قوي نوصفها في حاجة واحدة. يعني حزن ولا ضعف ولا انكسار ولا هزيمة، مجموعة أحاسيس بايخة جدا جدا، وكان إحساس صعب علينا قوي، خصوصا بعد ما شفنا جوه الكنيسة اللي حصل والأشلاء وحاجات كتير قوي كانت صعبة علينا. لكن الحقيقة لما شفت القداس الإلهي امبارح على أرواح الشهداء، وبعدها كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيعلن عن اسم الإرهابي اللي عمل العمل الخسيس ده، معرفش، يعني أنا عن نفسي حسيت كده، يعني إن الأحاسيس دي اتغيرت عندي، يمكن انتصار، يمكن قوة. حسيت ان احنا شعب صعب قوي ان احنا نتهزم، شعب صعب قوي ان احنا نتكسر. معرفش انتوا يعني معايا في الرأي ده، خصوصا كمان لما شفت اهالي الاسر وهم بيودعوا الشهداء بيصغرطوا وفرحانين. هي دي قوة وعظمة المصريين. يعني عارفة، شعب ما يغلبوش غلاب زي ما بيقولوا. وبعدين احنا شعب حمول جدا جدا بحقيقي، يعني مهما مرت علينا من صعاب ومن ازمات مفيش اغلى من ولادنا. يعني احنا لا، احنا شعب مش قليل ومش سهل، ومش سهل ان هو يتكسر. بنتوجع بنتني بس ما بنتكسرش خالص. يعني الشعب طبعا واضح قوته، والمؤسسات، يعني الشعب كفايه ناس بتزغرط وولادها داخلين يدفنوا، مفيش كده. مفيش كده في الدنيا. مؤسسات كشفت الجاني في 24 ساعه، او الجناه، هو مش جاني واحد، ربنا ينتقم منه ويكحمه مطرح ما راح. ربنا يكحمه مطرح ما راح. انا اسفه. بيفكر في ايه؟ ده اكيد ما كانش بيفكر. هو ده عنده مخ اساسا؟ ما كانش بيفكر، ده ما بيفكرش يعني، ماشي كده. ده حافظ مش فاهم. حافظ مش فاهم، ولا انا مش عارفه، يعني الام فين، الاسره فين، ده تربيته، نشأته، شكلها ايه، عشان تطلع واحد بالمواصفات دي. بجد حاجه مش سهله وغريبه جدا. اضعاف كده، مش ضعف واحد، وهنستحمل. ومصر هتفضل، مصر هتفضل غاليه عليا زي ما بيقولوا، ومصر هتفضل غاليه علينا كلنا. هنموت كلنا، هنموت، مفيش حد. هو مكتوب لهم هيموتوا في اليوم ده، هيموتوا في اليوم ده، هي مكتوبه من يوم ما اتولدوا. بس احنا هنفضل اقوياء. عمر ما الحاجات اللي انتوا بتعملوها دي هتهز فينا شعره في البلد ككل، كقوه. ربنا يصبر اهاليهم. كمان كلمه البابا توادرس، بابا الاسكندريه وبطريرك القرازه المرقسيه، الحقيقه لما قال شهداء الكنيسه البطرسيه اصبحوا الان في السماء حيث الفرح والسلام الدائم، فلا حزن ولا الم ولا مرض بعد اليوم. وقال علينا جميعا ان ندرك ان الموت ينتظرنا في اي وقت، استعدوا جميعا الى الموت والابديه، وليحفظ الله بلادنا من كل شر. الحقيقه في كل مناسبة إخواننا المسيحيين بيثبتوا لنا وطنيتهم بمنتهى الأمانة. يعني في ستات امبارح ولا قال أي حاجة خالص في منتهى التعاقل. والإخواننا المسيحيين امبارح كان في سيدات بيقولوا كلام هنصلي. يعني بصي، في عز، يعني ده الحادثة لسه حاصلة، وبصي الكلام قد ايه عاقل. هنصلي، مش هتهدوا المساجد، هنصلي في الجوامع، هنصلي في الشوارع. يعني شوفي الايمان قد ايه، وشوفي قد ايه هم فاهمين كويس قوي، واحنا فاهمين كلنا كمصريين كويس قوي ان ده مش اللي اثر فيا قوي وهم بيصغرطوا. يعني بجد غصب عني دموعي نزلت كده، مش يعني صعب قوي ان انت تخلطي مشاعر حزن واسى بانك
تفرحي عشان هم شهداء ورايحين الجنة، وده معرفش إذا كان بيبين يعني قد إيه في صبر وفي رضا باللي ربنا كاتبه. بس ده من أكتر الحاجات الحقيقة اللي أثرت فيا قوي. يعني هو ياما دق اتعرضت بول يعني، وإحنا يعني ياما شفنا وأكتر من كده بكتير أكتر من كده، وكله بنقدر عليه. مصر أكبر من كده، وإحنا هنقدر. مفروض كل أم لشهيد تبقى نايمة مرتاحة يعني بالليل عرفنا مين. فيعني الموضوع بقى وبعدين إحنا شعب قوي، وفي كل ده إحنا الشعب الوحيد اللي يعني بيعمل عكس الحاجة في كل الأزمة، هو بيغني. شوفي من أيام إيه؟ من أيام حفر قناة السويس، وبعدها الاستعمار، وبعدها الاحتلال، وظروف اقتصادية، كل حاجة كل حاجة مرت عليه، كل حاجة غنينا في الاستعمار والسمسمية ويا بيوت السويس، وغنينا في 6 أكتوبر يعني بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله، وأهالينا تهجروا من بورسعيد وفضلوا أقوياء ورجعوا بلدهم تاني. امبارح كمان أعتقد إن أنتوا سمعتوا معايا عن الاعتداءات اللي حصلت على بعض الإعلاميين. سمعت إن لميس الحديدي وريهام سعيد تم عليهم الاعتداء جامد، وأحمد موسى مش فاكرة، معرفش ده يعني نوع من أنواع الإرهاب يعني للإعلاميين، بيخوفوهم ولا بيسكتوهم. دول لا مسيحيين ولا مسلمين، دول ناس المندسين اللي بيطلعوا لنا في كل مناسبة. ما علينا احنا.